والآن نتابع إذاعة هذا البرنامج من القاهرة. وتتحدث الدوائر العلمية في لندن عن نجاح العلماء البريطانيين في تخليق الأجنة داخل أنابيب الاختبار بدلاً من رحم الأمهات. وتعليقاً على هذا الخبر، كتبت صحيفة الجارديان البريطانية تقول: نحن لا نستبعد أن نرى في الغد القريب جيلاً عظيماً من البشر لا يعاني من الأمراض الوراثية التي نعاني منها الآن، وذلك لأنه جيل لن ينتمي إلى أمهات أو آباء أو أسر معينة قدر انتمائه إلى معامل التخليق الصناعي التي سوف تصبح دليلاً على عبقرية الإنسان وقدرته على التحكم في كل شيء حتى المجهول. مالك يا سيد أحمد؟
أختي يا شيخ مصطفى، أختي مالك ظل شر. صباح الخير الاول. هو مفيش آية قرآنية غير دي؟ هو القرآن كمان فيه حلو وفيه وحش، بس في حاجة عن الجنة عن النعيم، مش كلها إن بطش ربك لشديد فبشرهم بعذاب أليم؟ ده احنا ولا في جهنم. لما انت خايفة من جهنم بتعصي ربنا ليه؟ بتلبسي بالشكل ده ليه؟ ها؟ ما بتصليش ليه؟ كله منك انت يابا، ربنا هيحاسبك انت يا سيدي بزيادة يومين في جهنم. ودي اللي اشيلهم لك. واتطهر اكسر ايدك. يوسف، هو سي احمد زعلان ليه يا يوسف افندي؟ مالكيش دعوه بسي احمد، انت جاي تملي الميه من الحنفيه مش من سي احمد. مال زعلان ليه يا سي احمد؟ يلا 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 يلا. يو اختك الصغيره بلاش تعمل فيها كده يا احمد، يلا خش صالحها. يابا انت ما انتش عارف ايه اللي ورا الكلام ده، خش اوضتها كده هتلاقي رصة كتب كاتبها الراجل اسمه فؤاد عبيد، اتعلمها منه الكفر كله. ما انا لسه عايش وبتعمل معاها كده، امال لما حمود هتعمل معاها ايه؟ يلا يلا خدش صالحها عشان خاطري يا احمد يلا. بس الخناقه دي كانت من زمان وصالحته بعديها، ايه اللي جددها النهارده؟ استلمت الوظيفه. اياها؟ اياها. اسمع يا سيد احمد، انت عملت اللي عليك. الله اعلم. يبقى خلاص هتموت نفسك. يوه ايه ده؟ مالك مستعجل كده ليه يا سي احمد؟ سي احمد ناديه فوق ليه؟ في حاجه حصل؟ إيه حاجه في ايه؟ اتفضل اتفضل شوف اخر تدليعك لبنتك. ايه بس حصل ايه؟ ما تتكلمش. اساليها حضرتها عايزه تشتغل في خماره. خماره؟ خماره ايه يا ابني؟ دي لو كان ده درجه اولى. درجه اولى؟ اذا ما كنتش تمنحها همنحها انا بالقوه والشرع معايا. والله ما انا رد عليك. شوف ايه اللي تدب البيت. من فضلك ما تقولش بيت. ما شاء الله طراطير احنا بينكم. ناديه اخوك الكبير، انت عايز ايه بالظبط؟ ازاي ارفض الوظيفه ولا عايز نعمل في البيت زي كده من غير شغله ولا مشغله؟ خلاصي مات طولي وقتك. ناديه هتستلم الوظيفه. ما دام بيقولوا الكندا درجه اولى مش يمكن يجي لها عدل كويس يا ابني؟ بس ده حرام. في عندك آية صريحة بتقول وحرمنا عليكم العمل في الكافيتيريا؟ ده مش هزار يابا. أنا ما بهزرش. أنا عدت 35 سنة موظف، أعلى مرتب خدته كان 37 جنيه. نادية في الوظيفة دي هتتحصل لها على أكتر من 60 جنيه، فاهم؟ 60 جنيه. يعني الحكاية حكاية فلوس؟ طول عمرها أخوه حكاية فلوس. بس أنت اللي مش داري، اللي معاه قرش بيساوي قرش، اللي معاه جنيه مش زي اللي معاه عشرة. ده الزمن اللي انت اتولدت فيه، طور نفسك. رايح على فين يا احمد؟ هقعد في الاوضه اللي فوق السطوح، حرمت عليا شقتكم كده. يا يوسف احمد الطيب تعمل فيه كده؟ الطيب ده شاف في المدارس عامل لي ولي وهو اجهل واحد في الدين. يا شيخة ده انا حموت بحسرته. مين الراجل الطيب اللي هناك ده؟ زي ما كنت شفته قبل كده. ده الشيخ الطيب اللي بيشتغل عند سلام العطار.
صباح الخير يا احمد. كنت فين لحد الوقت؟ في الشغل. لحد الوقت؟ الاسبوع ده عندي نبطشيه بالليل. نبطشيه؟ احمد انت مالكش اخت غيري وانا ماليش اخ غيرك، مش معقول هنفضل كده على طول؟ الوظيفة اللي أنا فيها كل زميلاتي قدموا لها وكانوا يتمنوا ينجحوا، تلاتة بس اللي نجحوا من 300، مش معقول تطلب مني إني أسيبها؟ ما تعرفش يا أحمد أنا متضايقة قد إيه على قعدتك لوحدك فوق السطح، لازم ترجع الشقة يا أحمد. عشان أفتح لك وأنت راجع كل يوم مش الصبح، مش كده؟ يا أحمد الزمن اتغير، الناس دلوقتي بتفكر في حاجات غير اللي أنت بتفكر فيها. قبل ما تتكلمي على الناس داري صدرك منهم يا ست هانم. أنا مش خايف غير على أبويا، هيروح جهنم بسببك. انا عملت اللي عليا، لكن هو ذنبه ايه يتعذب عشان واحده زيك؟ يا احمد المساله مش كده. يعني ايه مش كده؟ مفيش حساب، مفيش نار، مفيش جهنم. انا ما قلتش كده. من غير ما تقوليها عارف ايه اللي بدور في مخك؟ عارف مين اللي علمهولك؟ مش ناسي الكلب اللي اسمه فؤاد عبيد؟ فاكره يوم ما رحت لك عنده في شقته؟ بطل الافكار القذره اللي في دماغك دي. في ايه يا احمد؟ مالها نادي يا امين؟ ضربتها ليه يا احمد؟ حرام عليك، طوعك معلمه على خدها. انت اخرتها ايه معاك؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وما انفقوا من اموالهم. كمل الايه يا استاذ يا عوطلي. هروح فين؟ في بانسيون ولا في لوكاندا؟ معقول الناس هتسيبني؟ معقول الناس تسيب بنت تسكن في بانسيون من غير ما يتكلموا عليها؟ أأجر شقة من بابها. وحتى لو بقالي شقة مقفولة عليا أروح عند سمير. مش ممكن أهرب من أحمد عشان أقع في سمير، أخلق لنفسي مشكلة تانية. مش مشكلة تانية، دي نفس المشكلة. أهلا نادية. اتفضلي. مش الكلبه ولدت؟ شوف الكلاب لزاز ازاي. تعال هنا، تعال تعال اشرب اشرب لب. ايه مالك؟ لا مفيش. وصلتي فؤاد عبيد المطار؟ ايوه. عشان كده زعلانه؟ لو عرف فؤاد عبيد انك زعلانه عشان سافر كان يتبرى منك وما يعتبركيش سلمسته. انت فايق يا سمير. فايق ليه؟ هي مش فلسفة فؤاد عبيد ان الانسان المتخلف هو الانسان اللي بتحكم فيه انفعال الفرح او الحزن، الحب او الكره؟ ممكن نقفل السيرة دي؟ اقفل اني سيرة فيهم بالظبط؟ سيرة فؤاد عبيد ولا سيرتي ولا سيرة الحياة اللي لازم تتعلمي ازاي تعيشيها؟ انا ساعات بتقالي انك ما بتحبنيش. تعرفي انك ولا مره قلتي لي انك بتحبيني؟ ولا مره. سمير اذا كنا كل ما نتقابل هنتخانق حوالين فؤاد عبيد، بلاش نتقابل كده ببساطه. ليكي حق، واحد افكاره مش في مستوى افكارك. تحبيه ازاي؟ دي اخر مره هتشوفني فيها. ناديه ايه ده؟ انت اتجننتي يا ناديه؟ وانا مش ممكن اقعد في بيت انضرب فيه. انت فاكره نفسك ايه؟ راجل يقعد يومين بره البيت وبعدين يرجع؟ فوق نفسك يا بنتي، انت عايزه تبوري؟ مش كفايه رجوعك وش الصبح؟ ايه
يلا روحي اغسلي وشك وبعدين تعالي نامي. يلا. خد يا نادي. عاجبك الشغلانه اللي بترجع منها وش الصبح يا يوسف افندي؟ يعني يا امينه هي بتلعب. بقول تقدمي طلب يعفوكي من نبتشيه الليل. ما بتكمليش غسيل وشك ليه؟ هو انا مش زي زميلاتي يا بابا؟ عاوزني اقدم طلب اقول فيه ايه؟ ان اهلي مش واثقين فيا وانهم صرفوا عليا في المدارس والجامعات عشان في الاخر يبصوا لي البصه دي. انا جايه. صباح الخير يا ماما. انا بصبح اهو. ما تردي بقى يا ماما. دي شقه الاستاذ فؤاد عبيد. اتفضل. فين الاسم فؤاد عبيد؟ انت جاي ليه يا احمد دلوقتي؟ جاي اشوف العازب اللي بتيجي شقته كل اسبوع. احمد الدكتور فؤاد. احمد اخويا. ناديه كلمتني عنك كتير قوي. اتفضل. متأسف سكرة. نقول ايه يا ولاد؟ ايوه افتكرت. ليه المجتمعات الصناعية بتعتبر أغنى وأكثر مجتمعات العالم تقدما؟ رأيي باختصار إن العواطف فيها ملهاش قيمة. كل شيء بيتوزن بميزان العقل. العمل عدد من الساعات المطلوبة. الراحة عدد من الساعات المطلوبة. الناس كمان عدد من وحدات الطاقة المطلوبة. وعشان يوصلوا لكده كان لازم يقتلوا الانفعالات والخرافات اللي تمنع وصولهم للمستوى العظيم اللي وصلوه. هوريكم مثل صغير. ده انسان مصري عايش في القرن العشرين اسمه بشار. في قبيلة كاملة منه في الجنوب. تفتكروا ايه الفرق اللي ما بيننا وما بينه؟ تفتكر ايه الفرق يا سيد احمد؟ ربنا ربنا عايز كده. ربنا ليه حكمه في كده. الفرق ان القدر البسيط من العلم اللي في حياتنا ما وصلوش او وصل ورفضوا. نشوف مع بعض حاجه تانية. احنا بالنسبة للتقدم اللي احنا شفناه زي البشريه بالنسبه لينا. هم وصلوا لمراحل خرافيه في العلم. بينما احنا لسه بنشوف الفنجال ونقرا الطالع ونشوف البخت ونحضر الارواح ونخاف من حاجات ملهاش وجود الا في خيالنا. ولازم يكون عندنا الشجاعه اننا نحرقها نلغيها نعتبرها مش موجوده.
من السجن عن كوفير. قفشتك قفشتك. لا لا خلاص بقى. هتروحي فين؟ هتروحي فين؟ قدامك بقى حقيقي بتحبني يا سمير. الحاجة الوحيدة في الدنيا دي كلها هو اني بحبك، بعبدك، بعبد كل شيء فيك، ابتسامتك، عينيكي، طريقتك في الكلام. عارف انا بعبدك ليه؟ لانك جزء من جمال الطبيعه. نادية زي ما بحبك؟ مش عارف. صدقني مش عارف. اسمعي يا نادية،
لو ما كنتيش قادرة تختاري اسمحي لي أساعدك. أختار يعني إيه؟ إيه مالك يا سمير؟ أنت زعلان ليه دلوقتي؟ أنت عارفة كويس أنا زعلان ليه؟ مفيش داعي للف ودوران. أيوة أنا مش عبيط، يا إما بتحبيني من دون الناس كلها يا ما بتحبنيش. إيه سبب الكلام ده كله؟ إيه اللي بقولك بتحبيني تقولي لي مش عارفة؟ الحب ده شيء مش محتاج لمعرفة، ده إحساس. يعني غلط اللي قلتلك مش عارفة؟ كان لازم أقولك مش حاسة؟ الهيصة دي كلها عشان كده؟ أنا عارف مين اللي واقف بينا. أظن هتقولي فؤاد عبيد، مش كده؟ آه. تفتكر أعمل لك إيه عشان أفهمك؟ كان كفاية تعرفي إن أنا متضايق منه، علشان تقطعي علاقتك بيه. هو ده اللي كان ممكن تعمليه من زمان. دي طريقة جديدة في الكلام. مش جديدة ولا حاجة، أنت اللي زودتيها. طب اتفضل نمشي بقى. ما جاوبتيش على سؤالي. بتحبيه؟ اسمع، انت ما تزعلش فيا ابدا، مالكش ولا لغيرك زي عليا. بتتخانق معاه عشان واحد مسافر دلوقتي بقاله اكتر من سنه؟ انا عاوز اعرف هو ايه بالنسبه لك؟ هو استاذي مثلي الاعلى، نفسي ابقى زيه، ويا ريتك انت كمان تبقى زيه. أوه. انا راجع لوحدي. تعالي هنا. اوعى سيبني من فضلك. رايحه فين؟ سيبني. قلت لك تعالي هنا. يظهر ان في حاجات كتير مناقشه فيها غلط. عشرة سوبر من فضلك. لو سمحتي مفيش جوابات تبعتيها لفؤاد عبيد، وتديني الجوابات اللي بيبعتها لك. وبعدين؟ واي جواب يجيلك منه افتحه وقراه بليكي. وبكده تستريح. ايوه. حاجة تانية، أنا هخطبك بكرة. ما افتكرش. مش فاهم. أنا مش موافقة. نادية، أنت عارفة معنى الكلام اللي بتقوليه إيه؟ أنا سبتك ده كله عشان تعرف لوحدك إن أفكارك عن فؤاد عبيد بالنسبة ليا كلها غلط. طب مش موافقة ليه على خطوبتنا؟ عشان النهاردة بس، اتأكدت إن مش أنت يا سمير اللي ممكن أقضي معاه بقية عمري. يا نادية. فكر كده، لو قبلت بأمراتك هتعمل مني إيه؟ خدامة، جارية ملهاش شخصية، تفكر بطريقتك وتعيش بطريقتك. وحتى الماتت متهيألي انك لازم تحدد لها الطريقه اللي تموت بيها. تعرفي المشكله الحقيقيه انك ما بتحبنيش، مفيش غير كده. الحب مش كل حاجه يا سمير، ما انا بحب اخويا لكن حاسه انه خانقني، مزهقني، نفسي افتح واغمض الاقيه بعيد عني. هو ده الكلام اللي كان لازم اقوله لك من زمان عن اذنك. ناديه مفيش داعي تعمل هيصه حوالينا، مش هرجع معاك، مفيش معنى ان يكون بينا علاقه بعد كده. ده عند الكوافير يا ست الكل؟ النبي يا بابا الدنيا حر وانا جايه متضايق اخرتك. يا ساتر، دي لو امك تبوظ نص ده بوستك وجرارتك عندي كنت طلقتها تاني يوم. تطلقها؟ انتوا فاكرين الستات دول ايه؟ لعبه تحركوها في ايديكوا زي ما انتوا عايزين؟ ودين يا بابا ما اسمعك تقولي الكلمات دي. بدل ما انتوا قاعدين تهزروا فكروا في اللي قاعد لوحده فوق، ولما اطلع اطمن على اخويا واشوفه لاحسن يكون جراله حاجه. عندها حق. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم. Thank you.
هاكل من ايدك ولا انا هاكل من ايدك؟ معلش عشان خاطر ماما وبابا يتبسطوا. ناس تضرب بالاقلام وتشتم وناس تنضرب وتخدم. عاوزة نسكت؟ ارجع للدين وساعتها ايدي ما تتمدش. ليه؟ وانت فكرك هتكررها ولا هخليك تكررها؟ هتعملي لي ايه يعني؟ هو مش من حقي شرعا ان اقومك لحد ما يجي اللي يلمك؟ يلمني ده ايه يا احمد؟ ما تنقي الفاظك بقى. الحق عليا اللي طلعت لك الاكل. يا لهوي انتوا فوق وتحت خناق ما بتزهقوش؟ جريت يا احمد ده حتى ما يجوزش. اتفضلي خدي الاكل مش عاوزه. ما باخدش خليه عندك. ولو قلت لك بسم الله وكلت معاك تاكل؟ يا ست بعدي عني انت كمان حرام عليكي. الله سيبيني في همي. يوه اتفضلي من هنا اتفضلي من هنا يا ست. هو يا اختي ده اتفضلي من هنا. عجاي كف ده الحد كف الحد ده حرام ده كلام ضد الدين. ايه شمس وقمر وكلام فارغ. اسمعي يا نادي الراجل ده ما تجلوش ابدا ما تقولوش كلمه واحده فاهمه. انا كنت فاهم ان الحكايه فيها حب قله ادب قله حياه. ولقيت فيها ايه بقى؟ لقيت فيها ايه؟ لقيت فيها كفر. لقيت جهنم فاهمه جهنم. عشان خاطر احمد لازم اطاطي واتنازل شويه. عشان خاطر سمير لازم اطاطي واتنازل شويه. ايه اللي هيبقى مني بعد التنازل ده كله؟ ايه اللي هيبقى له قيمه؟ مدموزيل ناديه. ايوه. مكشره ليه؟ هو في حاجه مزعلاكي؟ مفيش حاجه. حتى لو في المفروض ما تبوزيش. الزبون عاوز الابتسامه. حاضر. ابتسمي. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أهلا. اتفضل يا سيدي. اتفضل. مالك يا سيد احمد؟ انا بطال يا شيخ مصطفى. ده انت يا ابن الناس تبارك بيك. عمرك شفتني عملت حاجه تغضب ربنا؟ حاشا لله يا ابني. قول يا شيخ مصطفى. نعم. انت هديت كم واحد في حياتك؟ لا تلقي بثوابي في البحر يا سيد احمد. انا مش قادر اهدي واحده بس واحده بس. برضه حكايه اختك هي يا شيخ مصطفى. هي بتحبها يا سيد احمد؟ بتحبها يا سيد احمد؟ في حد ما بحبش اخته؟ لو كنت بتحبها كنت اقنعتها. والطاهرة بحبها. ليس بما فيه الكفاية. Thank you.
ناديه ناديه ناديا انا جيت عشان اعتذر لك احنا اخواتي يا احمد تعال تعال اقعد كنت عاوز اتكلم معاك طيب نص ساعه ونروح سوا ها طيب طيب مظبوط يا فندم مش عرفك اني بشربها مظبوط كنت مظبوط نادي يا فندم شك تيجي ناخد تاكس ايه رايك ناخد مركب مركب حاجة يا احمد النهاردة اصلا عاوز اتكلم معاك تعالي بس تعالي طب استنى بس استنى انت بس تعالي تعالي السلام عليكم عليكم السلام ممكن ناخد مركب تودينا البر التاني اي خدمة يا فندم استنى بس يا احمد لما افهمك بجنيه مش كتير الجنيه 50,000 كويس خد يا احمد دول المراكب دي مش عشان احنا بس في الحقيقة لا فضل تعالي يلا ايدك يا اخ لما تتوسط نط في الفانوس كنت بتقولي لي حصل لك حاجه حصل لي حاجه فعلا قابلت اللي حط النور في قلبي انا مش فاهمه حاجه خالص اطفلكوا الفانوس بقى لا ماشي قابلت اللي عرفني اني ما كنتش بحبك قد ما كان لازم احبك انا في الحقيقه ما كنتش بحب حاجه خالص ما كنتش بحب حد انت قابلت مين يا احمد قابلت الشيخ الطيب تصوري يا ناديه لو كنت قابلته من شهر واحد ما كنا زعلنا مع بعض وما كنتش استلمت الوظيفه دي احمد انت هترجع تاني انت اختي يا ناديه جربي اللي انا بقوله جربي اللي انا اتعلمته النهارده من الشيخ الطيب حبيني عشان تصدقي كلامي حبي اللي خلقك عشان يفتح لك سكتك جنته ولا 60 جنيه بتوع الكافيتيريا انا كنت غلطان انت ليك حق ليه كنت بجيب الآيات كلها عن النار والعذاب وجهنم الحقيقة القرآن فيه حاجات كتير عن الحب والرحمة والجنة خلصت كلامك يا أحمد؟ أنا ما عنديش كلام اللي عاوزة تقوليه حسمعه بس لازم نبتدي من جديد أنا مستعد أختك للشيخ الطيب وأعرفك عليه الشيخ الطيب ده يقدر يحل مشاكلنا يقدر يعمل إيه للناس دول؟ محتاجين لكتب اكتر لمكان اكتر لفلوس اكتر الشيخ الطيب ما يقدرش يعمل حاجه ليا ولا ليك ولا لاي حد انت اتجننت يا ناديه انا ما اتجننتش ولا حاجه العالم هو اللي اتقدم في العلم وفي كل حاجه كل حاجه اتغيرت وانت لسه واقف بطرحك حتى ده اتغير ده مش قمر يا احمد ما بقاش قمر زي ما كنا فاكرين ده بقى شويه صخر الامريكان داسوا عليه والروس داسوا عليه واحنا بكره هندوس عليه انت مجنونه كفره دي حقيقه يا احمد مش كفر انت اللي مش عايز تشوفها شوفها يا احمد شوفها عشان تريحنا وتريح نفسك ريحنا وريح نفسك
شوف يا نادية، في حاجات كتير عايز اقولها لك. هبتدي معاكي من يوم ما رحتي معايا، قصدي مع الكلية، علشان تشوفي العقل الالكتروني. لما كنتيش فاكرة، انا فاكر كويس اول يوم ده. يستطيع العقل الإلكتروني أنه يقوم بأربعين ألف عملية في الثانية الواحدة دون وجود أي نسبة من الخطأ. وإذا كنا عاوزين مثل محدد يبرز لنا عبقرية العقل الإلكتروني، فهو أنه يقدر يحل في دقائق مسائل رياضية أكثر في عددها وفي صعوبتها من المسائل اللي يستطيع أنه يحلها 100 عالم في الرياضة في سنة كاملة شغل متواصل. ويقدر انه يقوم في يوم واحد بعمليات حسابية وكتابية ممكن انها تاخد وقت اكتر لو مليون موظف او كاتب حسابات اشتغلوا لمدة شهر شغل متواصل. رجعت البيت وانا متاكد ان معركتي معاكي مش هتبقى سهل. مش معقول ناديه يوسف اللي حاطه ما شاء الله حوالين رقبتها هقدر اعمل منها الانسانه اللي انا متخيلها. الرعب زاد لما اكتشفت ان ما شاء الله مش بس كانت حوالين رقبتك، كانت جواكي. ايوه جواكي. الاكتشاف ده كان يوم ما جه اخوكي احمد الندوه. ما كانش يهمني اللي بيقوله قد ما كان يهمني الانفعال اللي على وشك. انفعال الخوف والرعب. الخوف منه والرعب من انك حاسه بصدق الكلام اللي بيقوله. افتكرت حادثة غريبة، حادثة شفتها وانا صغير قبل ما اسيب كفر الغزاوي. كنا زي كل يوم بعد ما نصلي الفجر مع العريف نمشي وراه لغاية التكعيبة نحفظ منه القرآن. ويومها شفنا بهانة. الكل كان مع الراجل اللي قتل اخته عشان حلوه، حتى الستات متكلموش، مفيش واحده قالت انها خايفه على نفسها. كنت دايما بسال نفسي ليه بهانه سابت نفسها الحسنين يقتلها وليه ما فكرتش تقاوم. وعرفت الاجابه لما سافرت في بعثه بره. الإجابة كانت لأن الخرافات مش مديانا فرصة نفكر، مش مديانا فرصة نحترم عقولنا أو حتى آدميتنا. Thank you.
مالك يا حبيبي؟ سهران فين طول الليل؟ محسبينك هيموتوك؟ ده انا حنين عليك قوي. ده انت وحداني يا عيني، مش حاسين بيك. سيبيني. معذب نفسك ليه يا روحي؟ حارم نفسك ليه؟ انا محتاجه لك قوي. انا محتاجه لك قوي قوي. ولا حد يسمعنا، ضايع طعم الحب
أما فيها النساء ولون شمس الصباح بلون حزن المساء لا بنحس الأمان ولا بندوق الحنان والدنيا الدنيا وصية لكن ملناش فيها مكان ملناش فيها مكان الشمس والظلام الفرحة والأمان الصمت والكلام حاجات ملهاش معنى ضاعت فينا وبانا ضاعت فينا وبانا ضاعت فينا وبانا فين؟ اوعى تروح لها، مش ممكن هترجع لك، واذا رجعت لك هتقتلك. مش عارف ارسم، مش عارف اشتغل، التفكير فيها هجنني. اسمع يا سمير، انا عارفك من ايام الكليه، اذا ما كنتش تتخيل انك بتحب واحده ما تعرفش تشتغل. المره دي حاجه تانية. نادي غير كل الستات اللي عرفتهم قبل كده، بجد بحبها. لان المرات التانية كنت انت الاقوى، كنت انت اللي بتسيبهم وتدور على واحده تديك الهام جديد للوحاتك. المرة دي واضح ان نادية يوسف هي الاقوى مش انت. خد، يمكن دي تخليك ترسم. انا اخترت ان اكون عبد لدي زي ما انت عبد النادية. جربها. دي احسن من نادية يوسف الف مرة. هتخليك تعيش في الخيال وهترجعك للمعارض اللي اتخليت عنها وعمرها ما هتكرهها. انك انت لما الكليه دكتور فؤاد مالكش تلمسه تبعت لها تلغراف ولا جواب. صدقيني كنت تعبان، تعبان قوي. صحيح يا دكتور فؤاد، انت شكلك متغير قوي. تعرف يا ناديه، انا جاي من المصحه على هنا على طول. المصحه؟ ايه
مالك يا دكتور فؤاد؟ ايه حكاية المصحة دي؟ فاكرة يا نادية الأدوات اللي كنت بعملها هنا؟ فاكرة الكلام اللي كنت بقوله عن البشاري والتخلف؟ وعلشان الصورة تبقى واضحة هنشوف قد ايه ارتقى الإنسان لما احترم نفسه وتخلص من العواطف والانفعالات. زي العصر الحجري والشاري من اعماقه. كل اللي عمله ان الخنجر في ايده طوره بقى مدفع بقى صاروخ بقى كله اي حاجه واي حاجه ممكن نتصورها. لكن هو فضل حقير بدائي حيوان ممكن ياخد تمن قتل اخوه غبي مصاص دم. كذب اننا في عصر العقل. احنا في عصر هزيمة العقل. كذب كل الكلام اللي كنت بقوله. دكتور فؤاد، اول ما دخلت المصحة دكاترة قالوا لي انت عايز ايه بالظبط؟ قلت لهم عايز اعرف. كانوا بيضحكوا ليه؟ عارفه كانوا بيضحكوا ليه؟ لانهم لقوا قدامهم انسان ما كانش عارف حاجه. واحد فضل يقول وبعدين اكتشف انه ما كانش بيقول حاجه. اللي انت بتقوله كنت عارفه قبل ما تسافر، كلنا كنا عارفينه. الشيء اللي ما تسمعي بيه مش زي ما تشوفيه وتعيشي جواه. دكتور فؤاد انت تعبان. حتى لما فكرت فينا، في كل الناس الغلابة اللي بتجري عشان نحصلهم، عشان نبقى زيهم، عشان نحمي نفسنا منهم، حسيت بالخوف. لا مش بالخوف، بالرعب، بأكتر من رعب. السبق بقى مستحيل يا نادية. دكتور فؤاد صدقيني، الشيء لما تشوفيه وتعيشي جواه مش زي ما تسمعي بيه وانت بعيد تعجبي بيه، لكن لو كنت قدامه تحس بالرعب لأنك مش فاهماه. مفيش طريق واضح يوديكي له، وبعدين الشيء ده نفسه خلال شهر بيتغير، تيجي مطرح حاجة تانية معقدة أكتر، والمسافة اللي بينك وبينه بتزيد أكتر، بتلاقي نفسك مطرحك تحت، كل اللي اتحركتيه سنتي واحد مع كل النهجان اللي بيحصل لك. صدقيني الطريق مقفول يا نادية، مقفول صدقيني. أنا نادية يوسف، كمان نسيت صوتي؟
انت قاعد تعمل ايه؟ ولا حاجة. ازاي؟ ما هو يا اما نايم يا اما بتقرا زي عادتك. قاعد وبس. طيب ايه رأيك لو تيجي عندي في الكافيتيريا؟ عشان خاطري. بدل ما انت قاعد لوحدك. عشان خاطري. اتنين يخلقوا العالم اللي هم عايزينه؟ يستحيل. بس انا ما اتعلمتش من دكتور فؤاد ان في حاجه اسمها مستحيل. مفيش داعي تتعبي نفسك. مش ممكن فؤاد عبيد هيرجع، ولو حاول مش هيقدر. حتى لو حاولت اساعده بالحب؟ مستحيل. مستحيل الحب يعمل اي حاجه. نحاول، لازم نحاول. تعملي ايه الانسان؟ مش لاقي اي معنى في اي حاجه. دكتور فؤاد، لازم تفكر في غيرك زي ما بتفكر في نفسك. فكر فيا، في كل اللي علمتهولي. انسي كل اللي علمتهولك، كل حاجة حاولت أعلمها لك. لا، مش بالبساطة دي. مش بالبساطة دي ترجعني بهانة اللي قتلها أخوها من غير ما تقاوم. مستحيل. مستحيل تسلمني لكل الناس اللي قدرت انتهي منهم. مستحيل تسلمني لأخويا أحمد وسمير بعد ما كرهتهم بسببك، عشانك. بعد ما كرهتهم عشانك. Thank you.
شقه السيد احمد يوسف؟ ايوه. يبقى حضرتك الست ناديه اخته. هو السيد احمد موجود؟ مش عارفه. قولي له حبيبك جالك، الشيخ الطيب. ما جيتش بقالك مدة، قلت اجي اسأل عليك. غلطت في حق الباري. لو كنت بتحبه ما كنتش غلطت في حقه. بحبه. ليس بما فيه الكفاية. ازاي اعرف؟ تعلم، تعمق في حب الله. اسيبك عشان اسعى على رزقي. تفضل 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 تفضل. اشوف وشك بخير. أنا نادية يوسف. أنا وكيل نيابة قسم الزمالك. بكلمك من شقة الدكتور فؤاد عبيد، وعايزين ناخد رأيك في كام حاجة قبل ما نرفع الجثة. دكتور فؤاد عبيد انتحر، وأنا آسف اللي بقولك الخبر ده. ألو؟ 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 نادي يوسف. محدش ينقل الجثة، خليها مطرح. الجواب ده لقيناه كاتبهولك، تقدري تقريه لغاية ما اخد رأيك في كام حاجة. آسف إن احنا فتحناه. كان يجب أن أكتب إليك قبل أن أغادر الحياة لأقول لك ألا يكون موتي مبعث يأس لك، وإن كنت لم أصل الحقيقة فأنت استمرار لي، أتركها لك لتعرفينها. وإن كنت قد تعبت وأصبحت في يأس منا ومن تخلفنا فأنا أترك لك المستقبل، وأنا يائس حزين أهمس بكلمات أخيرة أرجو أن تصل إليك، هو أننا إذا وصلنا في يوم ما إلى علمهم وتقدمهم يجب أن لا ننسى أبدا أبدا أن نستفيد من أخطائهم وعيوبهم واندفاعهم المجنون للقسوة والظلم والخطيئة.
ممكن الدنيا كلها تكون فؤاد او احمد او سمير. لازم في شيء صح، شيء حقيقي موجود، شيء مش شايفينه.